الحقيقة إن في موضوع مهم نحب نتكلم فيه وهو الصحف القومية. وإحنا لما فتحنا هذا الموضوع منذ عدة أيام طبعاً فتحت علينا نيران، لكن كل المشاهدين عارفين إنه الحمد لله إحنا ما بنخافش. كنا خوفنا من مرسي الأول، وكنا اترعبنا من اللي كانوا ورانا بالضرايب، وكنا اتفزعنا من خيرة الشاطر وإخواني واللي كانوا بيهددونا كل يوم. لكن لأن مش على راسنا بطحة، ولأننا مش يعني خايفين من حاجة ولا نبغي في الأمور إلا مصلحة البلاد والعباد، هنرجع نفتح هذا الموضوع مرة أخرى. حتى لو في بقى مقالات اتكتبت اتشتمنا بالشكل الفلاني، ولكن الحق حق ونقول الحق ولو على رقابنا. والحقيقة إن احنا اكتشفنا إن أعدائنا أو أعداء 30 يونيو ليسوا فقط ممن هم ظاهرين على الساحة، يعني مش بس الإخوان، مش بس التيارات المتطرفة، مش بس الجماعة الإسلامية، مش بس الناس اللي بيكفرونا، ولكن في كل الوزارات، في كل المحليات، وأيضا داخل الصحافة سواء خاصة أو قومية أو خلافه، أشخاص يحملون ولاء لنظام أسقطناه في 30 يونيو. الخطر لما يكون هؤلاء الأشخاص يتبوأوا مناصب عليا، منها مناصب رؤساء التحرير. هنا الخطر، هنا دس السم في العسل، هنا استخدام الصحيفة للترويج لنظام أسقطناه في 30 يونيو، هنا التهويل بوضع اقتصادي ينهار وهو ليس ذلك، هنا المطالبة بمصالحة بينما الشعب لا يريد مصالحة. هنا بتكون العناوين أحيانا براقة، لكن جوه العناوين هو بيدسلك السم في العسل لكي تشعر بالفزع، فتفتح الجورنان تقول يا نهار اسود، البلد بتقع، انفلات امني، وضع كارثي. هذا هو وضع جريده الاهرام، وهذا هو وضع رئيس تحرير جريده الاهرام. وانا عارفه ان بكره وبعد وبعده هلاقي صفحات بتشتمني، وانا ما بخافش. والحقيقه انه ما أثار اهتمامي كان منشط للأهرام بيتكلم على المقايضة على مصر، وخرجت هنا وقلت لا عمرو موسى خاين ولا سامح عاشور خاين، وهذه اللجنة ليست خائنة، ممكن تكون فيها خلافات، ممكن ما يتوافقوش، ممكن يقطعوا بعض، ممكن ما يخرجش الدستور توافقي، لكنها لجنة ليست خائنة. فوجئنا بعدها بمقال للسيد رئيس التحرير بيتكلم عن مثلث الرعب، بيهاجم الصحافة الخاصة، وبيتكلم على أموال الصحافة الخاصة والإعلام الخاص اللي ملوث بكذا وكذا وكذا. مش مهم، في نهاية هذا المقال سطر واحد يتحدث عن وطن على حافة الانهيار. والحقيقة أن الوطن ليس على حافة الانهيار. هنا بقى السم في العسل، هنا أراد أن يهاجم الإعلام الخاص، وأنا ما عنديش أي مشكلة لنا ولا زملائي، فليهاجم الإعلام الخاص من حقه. هاجم الحكومة، هاجم لجنة الدستور، هاجم كل حد، أي حد معدي عليه هاجمه، ما عدا الجيش طبعا، ما عدا الجيش طبعا، لأنه خايف من الجيش وعامل له مليون ألف حساب. وبين السطر والسطر في الفريق أول عبد الفتاح السيسي، فريق أول عبد الفتاح السيسي، ماشي. في نهاية هذا المقال أن الوطن على حافة الانهيار. والحقيقة أن الوطن ليس على حافة الانهيار. ونرجع لمقالاته، ونرجع لموضوعات قبلها بأيام، عناوين اقتصادية تسود الوضع، انهيار اقتصادي، شركات الأسمنت والأسمدة تغلق لعدم وجود الطاقة، شركات الأدوية كلها مغلقة، لو نشوف العناوين اللي كانت موجودة في الأيام السابقة. المهم الأهم حاجة أن يفتح القارئ الصحيفة فيفاجأ بانهيارات اقتصادية، صناعة الأسمدة مهددة بالانهيار بسبب عدم ضخ كذا، في مشاكل، لكن الصناعة غير مهددة بالانهيار. في مشاكل اقتصادية، لكن الوضع الاقتصادي غير مهدد بالانهيار. على فكرة أول امبارح كان في رفع للائتمان، العالم قلق من تدهور الأوضاع في مصر، ويطالب بوقف بضبط النفس ووقف نزيف الدماء. نزيف الدماء بتاع مين؟ ما تفصح وتقول نزيف الدماء اللي بيقوم به الجيش أو الشرطة، ولا نزيف الدماء بتاع الإخوان، ما تخلينا صرحاء. بيتحدث في مقاله يوم الجمعة الماضي عن الإقصاء، عن إقصاء بعض الأطراف، والغريبة أن كلمة الإقصاء دي وجدتها بنفس النص ونفس اللفظ ونفس الجملة في بيان جماعة الإخوان بالأمس. أنا ما عنديش
مفيش مانع ان رئيس التحرير يكون منتمي لجماعة الاخوان، مش تنظيميا، متعاطف مع جماعة الاخوان، يعني ضميره شايف ان جماعة الاخوان هي الاصلح البلد، وجماعة الاخوان هي اللي جابته للحكم، ومرسي هو اللي جابه لرئاسة التحرير. ما عنديش اي مشكلة مع ده، مشكلتي أن تستخدم قلمك وتستخدم أموالنا وتستخدم أموال الشعب، لأن هذه الصحف تنتمي للشعب وليس لنظام. أنك تستخدم فلوس الشعب وتكتب في صالح نظام وفي صالح جماعة أسقطها الشعب يوم 30 يونيو، وتتحدث عن الإقصاء، وتتحدث أن التفويض يوم 26 يوليو لم يكن لفض الاعتصام. لا، التفويض يوم 26 يوليو كان لفض الاعتصام. في مقاله قال أن التفويض ليس لفض الاعتصام. لا سوري، التفويض كان لفض الاعتصام، التفويض كان ضد الإرهاب، التفويض كان لفض اعتصامات رابعة والنهضة إن كنت لا تدري. التفويض اللي احنا نزلنا فوضاه للفريق السيسي وللجيش كان بكده، بالإنهاء على الإرهاب، وهذا هو الإرهاب. اللي كان في رابعة والنهضة كان إرهاب. أنا أحب الناس تكشف عن وجوهها، تقول أيوة أنا متعاطف مع الإخوان، أنا بحب الإخوان، أنا مع مرسي. يعني ده الحقيقة، أنه رئيس تحرير كتب 421 كلمة مقدمة في حواره مع مرسي، وأنه شايف أنه هو أعظم اختراع بعد الكهرباء، وأنه أعظم رئيس يعني جابته مصر، وأنه هو أحسن حاجة حصل. حقك، ده الرئيس اللي جابك، حقك أن أنت تقول عليه كده، لكن مش من حقك انك تطلع كل يوم تقول لي ان البلد منهاره وان فيها انفلات امني، لان ما فيهاش انفلات امني. مش من حقك انك تطلع تقول ان الاقتصاد منهار لان الاقتصاد ليس منهار. مش من حقك انك تقول ان لجنه الخمسين عميله لان لجنه الخمسين ليست عميله. ونلاقي في المنشتات الاهرام الجريده الغراء، وباعلن احترامي لكل زملائي في جريده الاهرام وكل الصحفيين العظام في جريده الاهرام، كل زملائي، عشان بس ما يبقاش الكلام، يبقى الكلام واضح، هذا كلام يخص السيد رئيس التحرير فقط. نرجع للمنشتات اللي قبل كده، قبل 30 يونيو، 30 يونيو اللي هينزلوا فيها بلطجية، استخدم ما قاله أبو العيلة ماضي وقال إن في 300 ألف بلطجي هيكونوا في الشارع يوم 30 يونيو. 30 يونيو سيسيطر عليها من قالوا أنهم من الألساسة وهم مجموعة من البلطجية الأرزقجية. هم دول 30 يونيو، وهذه وجهة نظر الإخوان. بتساءل هنا عمن تعبر جريدة الأهرام الغراء؟ هل تعبر عن المالك؟ والمالك هنا الشعب، المالك هنا ليس الدولة، المالك هنا هو الشعب. هل تعبر عن الشعب؟ هل تعبر عن جبهة 30 يونيو؟ طب ولا بتعبر عن جماعة الإخوان؟ عمن تعبر جريدة الأهرام الآن؟ هل تعبر عن وجهة نظر الأستاذ السيد رئيس التحرير، ولا بتعبر عن وجهة نظر جماعة الإخوان؟ والسؤال الثاني مرة أخرى، المجلس الأعلى للصحافة لماذا يقبل سلاحا في ظهره؟ لماذا يقبل يعني دسا للسم في العسل؟ لماذا يقبل من يدس الفتنة ومن يشق الصفوف؟ ده سؤال. ممكن يكونوا هم مبسوطين، لو هم مبسوطين ماشي، لو الدولة مبسوطة ماشي، لو الشعب مبسوط ماشي.